واكدت وزيره شؤون الشباب ان الوزاره ماضيه في توجيه سياساتها وتنفيذ برامجها لبناء جيل من الشباب قادر على المبادره والتفكير والابداع. واشارت سعالة الوزيره الى ان اطلاق برنامج سفراء الشباب البحريني جاء ليكون سفيرا للشباب في المحافل الخارجيه. الوزاره لها برامج ومبادرات كثيره متجهه للشباب البحريني في مختلف الاعمار، احنا طبعا عمر الشاب البحريني من نقول دائما من صفر ل 35 فاحنا نوجه كل برامجنا ومبادراتنا للاستفاده القصوى آه لشبابنا، فعندنا برامج كثيره فادت آه شبابنا على مدى سنوات آه سابقه مثل برنامج لامع وبرنامج مساري وبرنامج بادر ومدينه الشباب 2030 اللي اللي كانت لها 12 نسخه سابقه وناجحه ولله الحمد ويعني حتى بهذه المناسبه ومناسبه يوم الشباب البحريني احنا بكل فخر حابين نطلق برنامج جديد جديد في الوزاره اللي هو برنامج سفراء الشباب البحريني البرنامج يعني باختصار هو يخلق فرص لشبابنا اللي حابين يمثلون كل اقرانهم في المحافل الخارجيه برفقتي في مهماتي الرسميه في مشاركاتي في المؤتمرات العالميه فهم يشوفون التجربه من, من الالف للياء نفس ما نقول